معاكم عزوز فيديو جديد في يوم الاثنين. طبعا النهارده اتكلم النهارده كان احلى يوم مع بحر مطروح. النهارده كل الناس يعني نازلين بحر مطروح، وطبعا انا كعزوز يعني بعد ما نزلت بحر مطروح، يعني بحر مطروح كده ميه نظيفه ميه حلوه، وفي نفس الوقت الواحد ما يحصلوش مشكله، انت في نفس الوقت تستمتع بيومك. يعني هو ده علاج نفسي، علاج نفسي وعلاج لصحتك النفسيه والمزاجيه. انت مش محتاج تروح لدكتور نفسي، انت مش محتاج تروح دكتور نفسي، انت محتاج تروح البحر ميه نظيفه تنزل فيه تقعد لك كده ساعه ساعتين تعالج لك من ضغوطات الحياه وقرف الحياه وكل هو ده. يعني انت تكون انت عملت حاجه حلوه في حياتك، هتلاقي انت فين وفين هتغير جو، انت فين وفين هتعيش حياتك، فين وفين عشان تبقى مبسوط وفرحان. هي مره واحده بس في السنه ولا في السنين دي كلها. فرصه سعيده لكم وشكرا لكم.